السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة معاكم المهندس إسماعيل أحمد من شركة أي تكنولوجيا لخدمات الكمبيوتر والإنترنت. النهاردة معانا لابتوب اتش بي 4540S. النهاردة في عملاء كتير سألتني على البايز بتاعه، ازاي نفعل اليو اف اي فيه، وازاي برضو نفعل تعليق كارت الشاشة. فأنا هعملها النهاردة وهوريها لكم برضو، وهوريكم ازاي بتفعلوها واشرح لكم البايز بتاعه. فقبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوناش بقى في اللايك الجميل بتاعكم والسبسكرايب. دلوقتي هشغل اللابتوب زي ما انتم شايفين كده، وادخل على F10 البايوس. تمام، انا كده دخلت على البايوس اهوت. تمام، ادي البايوس قدامكم زي ما انتم شايفين، مكون من فايل وسكيورتي وسيستم كونفيجريشن. تمام، اولا الفايل بيبقى فيه سيستم انفورميشن. تمام، ده في موديل الجهاز اتش بي بروبوك 4540S زي ما قلت لكم، وده في كل الامكان بتاعته، في الرامات وفي الهاردات وفي كل حاجه. تمام، هنرجع تاني، هننزل على السيت دات اند تايم، ده التاريخ. تمام، التاريخ كام دلوقتي؟ النهارده 12 22 12 النهارده. تمام، 22 12، والساعه دلوقتي 8:30. تمام، هنرجع تاني. تمام، ما هنخش على سيستم ديجمنيشن. دي السيستم ده بيكشف على الرامات والارض والحاجات دي كلها، مش محتاجين. تمام، وده السيستم ديفولت. الديفولت دوت بيعمل ريستور ديفولت، ده بيعمل فورمات للبايس من اول وجديد وبيعمله. تمام، انا دلوقتي السكيورتي. السكيورتي ده مكون من ايه؟ ده لو عايز تعمل باسورد للبايوس والحاجات دي كلها، حاجة بسيطة يعني مش هنستخدمها ولا نحتاج. تمام، المهم عندنا ايه؟ السيستم كونفيجريشن. السيستم كونفيجريشن دوت ده اهم حاجة، ده اللي فيه كل اللعبة كله، ازاي تحول من ليجنس ليو اف اي، وازاي تعمل سكيور بوت، ازاي تفعل خدمة الانتل فيريفيكيشن. تمام، اول حاجة بتكون في السيستم كونفيجريشن اللانجوج، انا هخليها انجليش زي ما هي. تمام، هنخش على البوت اوبشن. تمام، البوت اوبشن في ايه بقى؟ في ستارت منيو. تمام، ده بالثواني، ممكن تفعله ممكن ما تفعلهاش براحتك. الاوديو الارت ديورينج تون بوت دوت، لو في مثلا ايرور ولا حاجه في الجهاز هيعمل تون. تمام، فمش محتاجين. الكاستم تول، الكاستم لوجو دوت، لو انت عايز تغير اللوجو بتاع الجهاز فمش هغيره. تمام، هنخليه فاست بوت زي ما متعلم كده. تمام، والسيد روم بوت دوت بيبوت مع الجهاز، والاس دي كارت الميموري والفلوبي ديسك والحاجات دي كلها. تمام، هندخل على المهم. تمام، دلوقتي احنا كنا ركبنا لللابتوب دوت قبل كده هارد اس اس دي، فدلوقتي انا مش هنزله نسخه ليجنسي، لا ده انا هنزله نسخه يو اف اي. تمام، فانا دلوقتي هختار من خلاله ايه؟ هختار يو اف اي اخر واحده اوت ويز اوت سي اس ام. تمام، فهدوس انتر. تمام، هدوس اكسل، ده انا كده حورته ليو اف اي. تمام، هنزل تاني، ده البوت بتاع اليو اف اي. تمام، دلوقتي احنا عايزين ايه اللي يبوت؟ الاوس واليو اس بي والنوت بوك، ده مش عايزين. هندوس على اف 5 عشان نعمل ديسيبل. تمام، والحاجات دي كلها. تمام، تمام، هنخرج منها. تمام، دلوقتي احنا سيفنا اليو اف اي خلاص زي ما انتم شايفين كده، هي كده سيف يو اف اي. تمام، عندنا دلوقتي الديفايس كونفيجريشن، دي اللي قلت لكم عليها قبل كده، دي مهمه قوي. تمام، اليو اس بي ليجنسي سبورت دوت، ده اللي بيدعم معاك الليجنسي، مثلا لو حطيت يو اس بي فيها مثلا ميني تول فيها اي حاجه خليها تدعمها. تمام، فانا مش هفعلها مش محتاجها. تمام، والفان والوز اي سي، الفان تبقى شغاله مع الكهرباء فلا خليها اوتوماتيك احسن. تمام، والداتا اكستنشن دي برضو خليها متفعله. دي سرعه الساتا بتاعت الجهاز، زي ما قلت لكم الهارد الاس اس دي ركبه في المكان الرئيسي احسن ما تركبه في الكادي. تمام، ودي هنا في الديفاي في الساتا ديفايس مود خليها اي اتش سي، اللي بتبقى افضل من اي دي اي. تمام، والوك اون يو اس بي لا دي ما تفعلهاش. تمام، فعل اهم حاجه الفيريفيكيشن تكنولوجي في تي اكس، دي اهم حاجه فعلها عشان دي بتنفع معاك في الاجهزه.
تمام، والمالتي كور دي فعالها، والانتل اتش دي تكنولوجي فعالة، نام لوك دوت زرار النام لوك بتاع الكيبورد خلاها متفعلة، والجرافيك خلاها زي ما هي متفعلة ما تلعبش فيها. تمام، هنخش على البيلت ان ديفايس، هندوس انتر. دي اهم حاجة برضو الناس بتسأل عليها برضو. تمام، هننزل تحت كده ونشوف على الكارت الفيجا، عايزين نعلي كارت الفيجا. ده كل دوت معتمد على الكاميرا والساوند والفينجر برينت، كل ما يخص الاوت بوت بتاع الجهاز. تمام، مش عايزين منها حاجة. البورت اوبشن هدوس عليها، ده اليو اس بي والفلاش ميديا خلوهم متفعلين. تمام، والسيت اب سكيورتي، سكيورتي تمام، كل حاجة متفعلة فيه. تمام، دلوقتي هنخش على السكيورتي وهنشوف لو في هنا سكيور بوت، بس اعتقد الجهاز ده برضو مفهوش سكيور بوت. الجهاز ده مفهوش سكيور بوت. فانا وضحت لكم ازاي، شرحت لكم البايو زي ما انتوا طلبتوا قبل كده، اوريكم ازاي تحولوه من نيو من ليجنسي ليو اف اي. هنخش على السيستم كونفيجريشن وهنخش على البوت اوبشن. تمام، وهننزل على تحت كده تحت البوت مود. تمام، عندك ليجنسي ويو اف اي ويز سي سي ام. تمام، السي سي ام دي مش هتشتغل معاك، شغال على يو اف اي ويز اوت سي سي ام. تمام، ده لو عايز تشغله يو اف اي او عايز تشغله ليجنسي. تمام، فدي حاجه برضو ترجع لك انت. فأهم حاجة ما تنسوناش بقى في اللايك الجميل بتاعك والسبسكرايب، وتحت أمركم في أي وقت لو احتجتوا أي حاجة كلموني، ولو في أي حاجة كلموني على الواتساب ولا أي حاجة، ومع حضرتكم في أي وقت. السلام عليكم.